ثلاجه السخونه ارتفاع درجات الحراره تخفضها بالماء. قد قال النبي عليه الصلاه والسلام في مرض موته: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن. وقد كان النبي في مرض موته اشتد عليه المرض وبجانبه ركوه فيها ماء، فكان يضع يده في الركوه ويمسح راسه ويقول: لا اله الا الله، ان للموت لسكرات. ايها الاخوه، يستحب لك ان اذا كان الله وسع عليك ان تتبرد وان تجلس في مكان بارد، وهذا لا يخل بمرأة الشخص ولا بدينه. فقد كان لحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين مخضب تتبرد فيه، يعني مخضب حجر كبير منحوت من الداخل يشبه الآن البنيوهات، لكن من حجارة كانت تملأه ماء وتتبرد فيه وهي صائمة. وكان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مخضب كذلك يتبرد فيه أثناء صيامه. فكل هذا لا يخل بديانة الشخص. وقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فإذا اشتريت تكييفا لو كنت مسيرا، أو اشتريت مروحة لو كنت الدنيا وفي اليسار، ففي ذلك إن شاء الله إنفاق في محله. الإنفاق في هذه الأبواب إنفاق في محله. وقد سمعتم قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. أيها الإخوة، احرصوا دائما على النافع الذي ينفعكم في دنياكم وفي آخرتكم، ولا تعرضوا أنفسكم للشمس تعبدا، فإن هذا من الجهل. من الجهل أن تظن أنك إذا عذبت نفسك بالشمس أنك ترتفع درجتك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس لا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وهو صائم. قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. فقال: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا. إذا أصبت بعرق شديد عليك أن تغتسل وتنظف جسمك، فالبدن له عليك حق. فلا تكثر من إطالة الملابس على جسمك بما قد يسبب لجسمك الضرر. وأنتم تعلمون أن أحدنا سيسأل عن بدنه، كما قال رسول: إن لبدنك عليك حقا. هذا وصل الله.